حياكم الله مشاهدينا الكرام، نلتقيكم حلقة جديدة من برنامج هل تعلم؟ هل تعلم إن الإمام الكاظم عليه السلام كان أحسن الناس صوتا في تلاوة القرآن الكريم، وكان يطيل في سجوده تعبدا، ولقب بالعبد الصالح، فكان أهلا للإمام بعد أبيه الذي أولاه رعاية خاصة، رغم إنه لم يكن الولد الأكبر، فالأكبر كان إسماعيل الذي شاءت حكمة الله أن يتوفاه في حياة والده كي لا يحصل اختلاف بين الناس في تعيين الإمامة، فقد نص الإمام عليه لبعض خاصته ربما الأسباب الأمنية، فضلا عن مقولته إنهم سيهتدون إليه، فمن المنطق ألا تنتقل الإمامة إلى اللاحق إلا بعد وفاة السابق. فقد كان الظرف الأمني والسياسي صعب للغاية في فترة الإمام الكاظم عليه السلام، بخلاف جل فترة إمامة أبيه الصادق عليه السلام التي شهدت فترة انحلال الدولة الأموية واضمحلالها، ثم قيام الدولة العباسية. فالدولة كحال دورة الإنسان في حياته الطبيعية، تنشأ ضعيفة ثم يشتد عودها وتقوى وتستقر لفترة ثم يدب فيها الضعف حتى زوالها. هل تعلم أن استلام الإمام الكاظم عليه السلام مهام إمامته كان في أقوى مراحل الدولة العباسية والتي يعبر عنها التاريخ في الفترة الذهبية، إذ عاصر في إمامته خلافة المنصور والمهدي والهادي وهارون، فالدولة العباسية التي بدأت حركاتها في راياتها السود والدعوة إلى الرضا من آل محمد، بمعنى إلى الإمام واجب الطاعة من آل بيت محمد عليهم السلام دون إشهار، وقد بدأ حكم العباسيون بدعم وعظ السلاطين ما ينشر إعلامهم المضلل متزامنا مع سياسة قمع وترهيب، وكأنهم الإلحاق بالخلافة والحكم دون سائر قريش وبني هاشم. هل تعلم إن الإمام موسى الكاظم عليه السلام ورث عن أبيه الإمام الصادق عليه السلام أعظم الخصال في العلم والحلم والشجاعة والكرم والإباء وعزة النفس ومساعدة المحتاج والصبر على الأذى، فكانت الدار التي ولد ونشأ بها في المدينة المنورة جامعة كبيرة تموج بالحكماء وأهل العلم، إذ يجيب والده على أسئلتهم وإشكالاتهم دون الالتفات إلى مذاهبهم العلمية أو الفقهية، وكان بينهم كبار التابعين الذين لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم أدركوا أصحابه والتابعين إليه أو الفقهاء والمجتهدين، حتى تشرب الإمام العلم والمعرفة من أصولهم وأركانهم. مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هل تعلم، نسأل من الله التوفيق لنا ولكم بحق محمد وآل محمد، في أمان الله.